قياس من سنة 2021 إلى 480 درهم لقياس من سنة 2022. كما انتقل عمر الشبكة بين سنتي 2021 و2022 من 55% إلى 58% من مجموع الاعتمادات، ومن 61 إلى 71% من مجموع الاعتمادات الملتزم بها. وستعمل الوكالة إن شاء الله سنة 2023 على تحسين مؤشرات رياضة تنفيذ جميع البرامج التي تنمى اقتراحها في مشروع ميزانيتها، خصوصا تلك المتعلقة بتبادل تعرض المنقولات والانخراط الاقتصادي إلى مدينة تتمكن منها. التوصية الرابعة: دعم جميع الأطراف المالية بالالتزامات المالية وأداء أدوات مستحقة للوكالة حتى تسمى لها تنفيذ برنامج عملية في أحسن الظروف. في هذه التوصية قد تم الوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركاء والأطراف المعنيين في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة والمتعلقة بأنشطة واختصاصات الوكالة برسم سنتي 2021 و2022. كما قام فائدة الوكالة برسم 2022 باستخلاص أكثر من 95% من الأدوات المستحقة والبالغة 900 مليون درهم، وذلك دون احتساب أدوات مصالح الشغل المتعلقة بكمية المال المجهولة والبالغة 2.78 مليون درهم، والتي تم التوصل بها خلال نهاية الشهر بعد أن قامت بممارسة المكتب التذكيرية. ويبقى الإشكال الحقيقي للإدوات المستحقة وتلك المتعلقة ببيع السقي والتي بلغ مجموعها حوالي 13 مليون درهم منذ سنة 2005 إلى غاية نهاية 2022، والتي تتطلب إيجاد حل شكلي على صعيد الوردة.